مساء الخير. مساء النور. من فضلك عايزة أقابل دكتور خالد. في ميعاد حضرتك؟ لا مفيش، قولي له إيمان بس. طب لحظة واحدة، لأن هو معاه كشف. ميرسي يا دكتور. ألف سلامة. تسلم إيدك. في واحدة بره عايزة حضرتك، اسمها إيمان. أخليها تدخل؟ فندم. أنت مش جيت وقلت إن أنت كنت عايزني؟ أديني جيت لك أهو بنفسي. خير يا دكتور؟ خير؟ وأنت عمرك يجي من وراكي خير أبداً؟ لا بصراحة، أنا من ساعة ما شفتك وأنا الخير عمال بيهل عليا، مش كده برضو؟ إيه البجاعة دي؟ أنت ليك يا عين؟ هتفضل طول عمرك تعايرني بغلطة أنا عملتها زمان. أنا ما بتكلمش على الموضوع ده، أنا بتكلم على الكذب والحقارة والتزوير. إيه الكلام الغريب ده؟ كلام غريب؟ أنت عايزة تلبسيلي طفل أنا ماليش أي علاقة بيه. حمزة ابنك يا خالد. كدابة، وشهادة الميلاد بتاعته أثبتت إنك كدابة. أنا مش بكدب على فكرة. تقدري تفهميني هو إزاي ابني وهو اتولد بعد ما اتجوزنا بست أشهر بس؟ 7 شهور الأسبوع، وقعد في الحضانة شهرين، وحالته كانت خطيرة جدا، بس الحمد لله إن ربنا نجاه. هي دي الحياة يا خالد. انت ظلمتني كتير قوي قبل كده، وبرضه مصر تكمل ظلمك ليه؟ انا ظلمتك؟ ده انا كنت عايز اجيب الدنيا كلها احطها تحت رجليك، كان هدفي ان انا اساعدك باي شكل، لكن انت جبتي سكينه ودبحتيني بيها. انت اللي ما قدرتش تغفر غلطه انا عملتها من قبل ما اشوفك ولا حتى اعرفك. الغلطه دي مش اي غلطه، انت حتى ما اديتنيش الحق اني اسامح ولا لا، انت ضحكتي عليا وحطيتيني قدام الامر الواقع. أنا مش جاية النهاردة أتكلم في الفيلم، أنا جاية علشان حمزة. بس كنت عايزة أقول لك قبل ما أمشي إن أنا عمري في حياتي ما حبيت حد غيري، وعمري ما ندمت على حاجة قد ما ندمت إن أنا حبيتك.